السلام عليكم وجمعتكم مباركة. الأمد أنا بحضر في سلسلة تاريخ السودان من قبل محمد علي باشا وبعد دخول الإسلام، وكل الكتب والمؤرخين بأكدوا أنه كانت في سلطنة أو مملكة سودانية نوبية مسيحية اسمها مملكة علوة، وعرفوا سكانها بالعنج، وانتهت المملكة دي مع بداية سلطنة الزرقاء الإسلامية في يوم خراب سوبا الذي قضيت عليه وانتهت تلك المملكة. زي ما احنا عارفين سوبا دي تقع في الخرطوم تقريبا جنوب، يعني جنوب الخرطوم 20 كيلومتر جنوب الخرطوم، لكن سكانها العنج بقيام سلطنة الزرقاء اختفوا تماما من التاريخ ومن السياسة ومن السيرة ومن الأنساب حتى، فلا تكاد تسمع الآن شخص يقول لك أنا من العنج. حاولت أتأكد هل سلطنة الزرقاء أو العبد الله أو أيا كانوا هل قاموا بمحرقة أو بمذبحة أو بنفي جماعي ليهم، فأبدا ما لاقاني ولا مر علي الموضوع ده، فكان سؤال جدا يدور في بالي، أين ذهب العنج بعد قيام سلطنة الزرقاء؟ ما في ولا عنجاوي واحد قاعد في السودان، وخصوصا أنه المملكة كانت يعني هي كانت قبل 300 سنة قبل المسيح، يعني لما جاءت سلطنة الزرقاء 1500 يعني كان لهم حوالي 1800 سنة، معقول اختفى نسبهم وسلسلتهم كلها تماما ولا الحاصل شنو؟ حاولت أمشي بسؤالي واستفساري ده لأبعد من كده، لكن كل الناس وكل الناس المؤرخين واللي عندهم فكرة في التاريخ أكدوا لي إنه دون نقطة بحث غايبة وما عندهم عنها فكرة، فبالله عليكم لو فيزل عنده فكرة أو عنده مصدر أو عنده شيء موثق يحاول يشاركني به. مرات كده بفكر بقول ما يكون دير للجماعة الكلهم بيقوا تبع العرب وتبع النسب الشريف النسب النبوي الشريف، فغايت والله فينا شر الترصك. لكن نحن بننكر كل الناس، لكن بجد في نقطة كده أنا قاعد أفهم فيها، ليه كل أهل السودان يقول لك إحنا بننتهي في النسب الشريف أو في واحد من القبائل العربية المشهورة الكبيرة؟ فغايتوا إلى ذلك الحين كونوا بخير. طلح نور الجليل يحييكم، السلام عليكم.